ليه ما ينفعش ان احنا نكون الطرف اللي بيحب اكتر في العلاقة؟ عشان باختصار اللي بيحب اكتر هو اللي بيتعب اكتر. انا افتكر في حلقة كلنا او معظمنا فاكرها عملناها في القناة دي اسمها خطوات فن التجاهل، في بعض التعليقات استوقفتني. حد كان كاتب ليه العلاقات محتاجة خطط ومحتاجة مخطط حربي. انا حابب بس اوضح حاجة سريعا كده في النقطة دي، هي مش مخطط ولا خطط ولا الكلام ده، هي طريقة بنتعامل بيها مع بعض. طيب ليه لازم في طريقة بنتعامل بيها مع بعض؟ عشان باختصار الانسان ما هوش كامل، احنا مش كاملين. يعني في مننا اللي هو مغرور، في مننا اللي هو بيلف ويدور، في مننا اللي هو ما بيعرفش يقدر الطرف الآخر، فلازم يكون في سياسة بنجبر بيها الطرف الآخر ان هو يحترمنا، ان هو يتعامل معانا باحترامه زي ما احنا عايزين. ولذلك ليه هنا بقى الرد، ليه انت بتلاقي واحد الشخص اللي معاه بيحترمه وواحد الشخص اللي معاه دايما بيقلل منه؟ ايه الإجابة؟ الإجابة ان الشخص الاولاني ده او الاول ده عارف ازاي يتعامل مع الطرف الآخر، بينما التاني ده معرفش ان هو يتعامل معاه. يعني الموضوع اشبه بدواء، بدواء احنا بنقدمه لك ومش شرط ان انت تستخدمه الا لما تحس ان انت تعبان او في حاجة ليه. وانا في الحلقة بتاعت التجاهل دي لما اتكلمت عن فن التجاهل في البداية، لو تفتكروا قلت انت هتستخدم الاسلوب ده مع مين؟ مع اللي هو بيتجاهلك، اللي هو شايف نفسه عليك، اللي هو ما بيقدركش، ما بيهتمش بيك. الناس دي هي اللي بتتعامل معاها عشان تفوقها، ما قلتلكش ان انت هتتعامل بيه عمال على بطال كده ودايما ومع اي حد. ولكن لما تحس ان انت في حاجة ليه لازم تستخدمه، ولازم تكون عارف هتستخدم ايه وهتعمل ايه. هي الناس اللي بتدرس لغة الجسد دي بتدرسها ليه؟ ليه بتدرسها؟ ليه بتدرس الحركات دي وبتعرف فوائدها ايه وبتتمرن عليها؟ عشان تكون اكثر قدرة على الثقة في نفسها واكثر قدرة على التعامل مع الاخرين وكسبهم وفهمهم وحاجات كتير قوي. عشان ما نخرجش عن موضوع حلقتنا، تعالوا نخش في موضوع حلقتنا. وانا طالب حاجة واحدة، دوسوا لايك عشان كل اصدقائنا يتجمعوا ويشوفوا الحلقة معانا كده ونشوفها مع بعض ونبدأ نتبادل في التعليقات الآراء، وكل اللي عنده رأي يكتبه. ندوس لايك بسرعة كده عشان نبتدي، وتعالوا ناخد الخطوات وركزوا معايا لأنها حاجة مهمة قوي. يعني ما انصحكش ان انت تكون الشخص اللي بيحب اكتر، انصح ان يكون في ايكواليتي في الموضوع، يكون في ايكواليتي في تساوي، العمليه رايحه وجايه، في اتزان في الموضوع. اوعى تكون انت الطرف اللي بيحب اكتر، ويا ريت ما تكونش انت اللي بيحب اكتر، تكون انت اللي بيحب اقل. ما عرفتش تكون اللي بيحب اقل، يبقى تحاول يكون في توازن في العلاقه. مش هنطول في الخطوات، تعالوا بينا نبتدي وناخد اول خطوه ونخلي بالنا قوي منها. اول حاجة ونصيحة، في مثل شهير قوي يقول لك خد اللي بيحبك وما تاخدش اللي انت بتحبه. انصح كتير قوي كتير قوي بالنصيحة دي دايما. لو في يعني كذا شخص في حياتك وانت محتار ترتبط بمين فيهم، او بالاحرى احنا بنقصد ارتباط رسمي يعني، ومحتار بينهم، شوف مين اللي بيحبك اكتر، شوف مين اللي بيحبك اكتر. دي حاجة كويسة، او اللي بيحبك اكتر صدقني هيفضل هو كفته الاغلب، يعني هي كفته الاغلب، يعني كفة حبه هي الاغلب على كفة حب. هيفضل دايما طول الارتباط هو اللي بيحبك اكتر، حتى لو حصل مشاكل بعد كده ايا كان، برضه هيفضل هو الطرف اللي بيحبك اكتر. تاني حاجة بقى وركزوا فيها قوي، كتير مننا بيقع فيها، اوعى اوعى تشعر من داخلك كده، اياك يعني تشعر من داخلك ان الشخص ده كتير عليك، لان الاحساس ده بين المرتبطين دايما بيوصل للطرف الاخر. لو انا شفت الطرف الاخر كتير عليا وافضل مني وانا ما استاهلوش، وهو وصل له الاحساس ده وهيوصل له، السلام عليكم، شكرا على العلاقة كده. خد بقى منه تجاهل، خد منه بقى عدم اهتمام، خد منه بقى يعني غرور، خد منه اللي انت عايزه. انا قلت لكم في البداية الانسان ما هوش كامل، يعني ما هوش مثالي، فانت ليه مفترض ان انت مش هيعمل معاك حاجة زي كده؟ انت لازم تكون عارف دايما اتخلص من الشعور ده، دايما خلي عندك ثقة في نفسك وشوف المميزات. بص النص الكوباية المليان، ما تبصش للنص الفاضي، يعني بص للمميزات اللي فيك، وصدقني هتلاقي ميزة او اتنين او اكتر فيك مش موجودة فيه. اقعد كده، اي حد مرتبط وشايف نفسه ان الطرف الاخر كتير عليه، طب اقعد مع نفسك كده وعد الميزات المميزات اللي فيك، صدقني هتلاقي فيك مميزات كتير قوي مش موجودة فيه. شوفوا الاحساس ده لو وصل للطرف الاخر هيبقى تداعيات مش كويسة اطلاقا. اول حاجة هيبدأ ده لازم يشوف نفسه علينا، خلي بالكم دي طبيعة.
بشري، واول ما هيشوف نفسه علينا هيبدا هو، مش انت شايفه، مش انت شايف الطرف الاخر خساره فيك، هو كمان هيبدا ان هو يستخسر نفسه فيك. ده معادله معروفه يعني، معادله نتيجتها معروفه، ما انت شايفني خساره فيك يبقى انا كمان هشوف نفسي ان انا خساره فيك. انا اتذكر من بعض يعني اخواتنا البنات، كانت في صديقه لينا بتسالني على الانستجرام، بتقول لي ان في شخص يعني كانت مرتبطه بيه وهو بعد عنها وبتتكلم معاه، فبيقول لها انت اصلا ما تقدريش تبعدي عني، انت اصلا ما تقدريش ما تحبنيش، انت اقدر اصلا ما تقدريش ان انت تنسيني. ايه اللي وصله الاحساس ده؟ ايه اللي وصله الاحساس ده؟ وشمعنى بعد عنها في التوقيت ده لما تاكد من الاحساس ده؟ طبعا الاجابه ممكن انتوا تجاوبوا نفسكم وتعرفوا ليه انا اكدت قوي على النقطه دي. تلاتة، خلي بالك من النقطة دي أيضا، عود نفسك ألا تسبق الأحداث. وهنا الكلام يعني بالأحرى كده أو بالأدق للبنت، البنت ما تسبقش أبدا الأحداث في العلاقة. يعني خليه هو اللي يقولك بحبك الأول، خليه هو اللي يقولك معجب بيكي الأول. دايما أنت خدي الموضوع كده ستيب باي ستيب، خطوة خطوة معاه، ما تحاوليش ان انت عايزك، وحتى لو حاسة ان انت من جواكي بتموتي فيه، خد الموضوع بتأني واحدة واحدة، امشي معاه خطوة خطوة عشان هيبان، هيبان هو بيحبك بجد ولا لا. يعني ما تخلوش ياخدك كده من مرحلة التعرف للحب على طول، لا، في مراحل كتير قوي في النص لازم نمر بيها. واللي ما عندوش صبر، اللي ما عندوش صبر، خلي بالك من النقطة دي، ان يمشي معاك ويمر بالمراحل دي، تأكد ان هو مش جاد ولا صادق. يعني اللي عايز ياخدك من مرحلة التعارف للحب، ده اللي بيحبك هيكون عايز ان هو يعرفك اكتر، يدرسك اكتر، كمان يديك فرصة ان انت تعرفيه اكتر، وهتلاقيه ماشي معاك، هتحس ان الخطوات فيها اتزان كده، ما فيهاش تسرع وهرجلة. ارجو جدا من اصدقائنا واخواتنا البنات ان هم يخلوا بالهم قوي من النقطة دي، من العلامات، خلي بالكم المهمة قوي. رابع خطوة، عود نفسك او عودي نفسك على البعد. هو ايه المشكلة ان انت يعني بعد فترة كده، او انت بعد فترة تاخدي لك كام يوم مع نفسك كده، ما تتعودي من دلوقتي، هو لازم طول النهار والليل نكون مع بعض؟ على فكرة العلاقة لو ماشية معاكم بالنمط ده هيبقى فيها روتين ملل. انا بص يعني ضد كلمة الحب ما فيهوش ملل والكلام ده، اي حاجة والانسان بطبعه يعني الاعتياد اليومي، الحاجة اللي احنا معتادين عليها كل يوم وبنكررها، ولا سيما ما نكون عارفين احنا ايه اللي هيحصل. ولما انا اقول لك كده انت هتقول لي ايه، وهسمع منك ايه، ورد فعلك ايه، ده مش عايز اقول بلاش ملل، بس هيبقى في بلادة في التعامل شوية كده، هيبقى في موضوع روتيني في التعامل او في العلاقة. ابعد يومين يعني، غيب لك كام يوم كده، اتعود وعود نفسك، وادي له مسج قوي كده، ان يعني زي تحذير كده، ان انت ان انا اقدر على فكرة، ان انا رغم الحب ده كله اقدر اعتمد على نفسي، واقدر ان انا ابعد عنك. ودي لنفسك كمان كده يعني، مرن نفسك على حاجة زي كده، ما هو الشخص ده وارد ان هو في اي وقت يبعد عنك، دي وارد ودي حقيقة لازم ان احنا ما نتغاضاش عنها. يعني ما تحاولش ان انت على طول تبقى كابس فوقه كده وعلى طول عايزه معاك وانت معاه، لا، كل فترة كده خلي فيه نفس للعلاقة، اكسر الروتين ده بالغياب يوم يومين، ايه المشكلة يعني؟ ولما يكلمك انت كنت مشغول، كان عندك ظروف، ايه المشكلة في حاجة زي كده؟ وانا ما بقولش ان انت تعمل كده باستمرار يعني، بس انا بقول كل فترة، كل مدة طويلة ما تعمل حاجة زي كده، كل ما تحس ان الموضوع يعني داخل في دور روتيني قوي قوي او منزلق لدور ملل قوي، اعمل حاجة زي كده، غير انت الروتين ده، خليه يتجنن شوية كده، يدور عليك، يسأل عليك، خليه كده يعلي رتم المشاعر شوية، انت تقللها شوية، خلي في حركة في العلاقة في الموضوع ده، وعود نفسك واهلها من دلوقتي كده. انت بتدي مسج قوي لنفسك ان انت تقدر تستغنى، خلي بالك يعني ان انت عادي ما عندكش مشكلة، فما بتسمحش لنفسك وبالعاطفتك ان هي تنساق وتقع في حب الشخص ده، وما تبقاش قادرة ان هي تستغنى عنه. ما هو الكلام ده والاحساس ده هيوصل له، واحنا مش عايزين الاحساس ده يوصل له. نصيحة، انا ضد ادمان اي حاجة، ادمان اي حاجة في الدنيا انا ضدها. ما تسمحش لنفسك ان انت تدمن اي حاجة، دائما خير الامور الوسط والاتزان في كل حاجة، هو انسب وافضل حاجة انت ممكن تقدر ان انت تعمل. ابعدوا عن الادمان حتى في العلاقة.
بقيت بقى الخطوات او بقيت النصائح اللي بعد كده عشان ما عدش الكلام، حلقة خطوات فن التجاهل اسمعوها رجاء الحلقة دي ودي مكملين لبعض. الخطوات اللي احنا قايلينها في الحلقة دي مفيدة قوي، مفيدة قوي عشان تخليك تقدر ان انت تتحكم في نفسك في موضوع زي ده وما تندليش قوي على الطرف الاخر وتصبح بعد فترة انت اللي بتحبه اكتر وتوصل له الرسالة دي مهمة جدا. هتوصل لها ازاي؟ عندك طريقتين، انا مثبت في اول تعليق مش هثبت اي حاجة غير رابط الحلقة دي، ادخل عليها واسمعها، او لو معرفتش ان انت تدخل على الرابط اكتب بس خطوات فن التجاهل، خطوات فن التجاهل هتظهر لك على طول الحلقة، اسمعها مفيدة جدا الخطوات دي، نفهم حياتنا اكتر، كل ما نفهم اكتر ونعرف اكتر نقدر نعيش افضل واحسن. اكتبوا لي ارائكم واكتبوا لي كل تعليقاتكم، عارفين ان انا بقرا معظمها كمان وبتعرف عليكم من خلالها، وتعالوا بينا بقى على المنتدى عشان نصوت على حلقة كده يوم الجمعة، كده حلقة يوم الثلاث عفوا حلقة يوم الثلاث القادمة، وهتوحشوا.